الضوئي. سعداء بوجودك معنا النهارده يا شباب، وبنتشرف بتقديم درع الشركه طبعا بدورك الفعال في نجاح البرنامج الزراعي ازرعها صح مع كورتيفا. مبروك، الف مبروك. الحاج الضوئي يوتيوبر ومصمم فيديوهات مهم ومبدع، استطاع ان يصل للمزارع المصري والفلاح المصري، وقدر يوعيه بافكار مهمه جدا في الزراعه المصريه، وكان له دور وما زال له دور في تقديم فكره ومحتوى يليق بالمزارع المصري، وساعد كورتيفا لتوصيل معلومات بطريقه بسيطه للفلاح والمزارع المصري. الف مبروك. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. انا طبعا يمكن بشكر شركه كورتيفا الاختياري اني اقدم برنامج ازرعها صح مع كورتيفا، ويمكن ده من البرامج الرائده واللي انا يعني لمست ده في المزارعين عندنا في لوكسور وفي جينا وفي اسوان. الناس كانت بتجابلنا وكانت بتثني على البرنامج لانه كان بيقدم معلومات مفيده وحاجات يمكن المزارع البسيط ما كانش يعرفها، ولكن عرفها من خلال المعلومات اللي قدموها فريق كورتيفا معانا. وانا سعيد جدا اني اكون متعاون معاهم، بشكرهم جميعا وبشكر حضراتكم، وان شاء الله يعني هنقدم حاجات جديده اكيد وفيديوهات جديده تخدم كل اهلنا المزارعين في مصر وفي كل الوطن العربي. تحياتي ليكم، بشكركم جميعا. نشكر الحاج الضوئي، ان شاء الله نتمنى له الاستمرار والمداومه في توعيه